صفاء سعيد من تونس. من حق غيري أن يعيش بأمان وكرامة. هنالك في معظم البلدان العربية الذين لا يعرفون للأمان طعم ولا للكرامة ملاذ. نرى هذا في سوريا مثلا، في العراق، في فلسطين وغيرها من البلدان العربية، حيث ينتظر كل شخص منهم على اختلاف أعمارهم التنكيل به ولقيان حفه. فالأطفال يحرمون من آبائهم ويصبحون لاجئين بلا مأوى يحميهم برد الشتاء وحر الصيف. وفي فلسطين ينكل بالفلسطينيين بقصف لا إنساني. أفليس من حق غيري أن يعيش بأمان وكرامة؟ فهم لا يعرفون ما طعم الحياة، يرونها فقط ظلام دامس، إذ أن الشعور بالأمان والكرامة هو من أنبل الأحاسيس. فكيف لنا أن نتلذذ طعم الحياة ونحن نشعر بالخطر؟ فالأب يقتل أمام أبنائه وينكل بالبنت أمام زوجها ووالديها. فكيف لا أعلم لصوتي بقول من حق غيري أن يعيش بأمان وكرامة، وهم لا يجدون من يحميهم ولا يرد عنهم الخطر. ففي سوريا يلقى حف العائلات وهم في بيوتهم. أفليس هذا هو المكان الذي يجب أن يكون فيه الإنسان آمن؟ في أي بلد؟ فهو العالم الصغير لأي إنسان. فكيف لا أصدح بصوتي من حق غيري أن يعيش بأمان وكرامة؟ في الأخير أريد أن أقول يجب ضمان العيش الكريم.